السلام عليكم. أحل المتراجعة التالية: résoudre l'équation 8x moins 13 supérieure strictement à moins 25 plus 11x. هذه متراجعة من الدرجة الأولى بمجهول واحد وهو x، حتى وإن كان يوجد في الطرفين فهو مجهول واحد. إذن لدينا 8x ناقص 13 أكبر من ناقص 25 زائد 11x. إذن ماذا سنفعل هنا؟ سنضع الأعداد المجهولة في طرف مثلا في اليسار، أعداد المعلومة في الطرف الآخر مثلا في اليمين. إذن لدينا 11x، سنحذفها من طرف اليمين وذلك بطرح 11 من الطرفين. ثم بعد ذلك العدد المعلوم ناقص 13 سنحذفه من طرف اليسار وذلك بإضافة 13 إلى طرفين. ثم بعد ذلك الخطوة الموالية سنقوم بتبسيط الطرفين. إذن 8x ناقص 11x تساوي ناقص 3x، ناقص 25 زائد 13 يساوي ناقص 12. لدينا ناقص 3 في x عملية الضرب، إذن سنقوم بإنجاز عكس الضرب وهو القسمة. إذن العامل لx وهو ناقص 3 سنقسم على ناقص 3 طرفين، ولكن يجب أن ننتبه هنا سيتغير الرمز، يعني الترتيب سيتغير لأننا قسمنا على عدد سالب. إذن الضرب في السالب أو القسمة عليه يتغير الترتيب. سنختزل هنا بناقص 3 وبالتالي سنجد عدد x أصغر قطعا من 4. إذن ما هي حلول هذه المتراجعة؟ جميع الأعداد الأصغر قطعا من 4. نكتب الجملة: les solutions de l'équation sont les nombres inférieurs strictement à 4. العدد 4 ليس ضمن هذه الحلول. إذن الحلول تبتدئ من 3 فاصلة. إذن شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.